اجتماع لافت في مدينة القامشلي لأحزاب وأطراف سياسية من معارضة الداخل السوري المقربة من الحكومة السورية مع أحزاب كردية وعربية في الشمال السوري. الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة وضع الإدارة في مناطق الأكراد وسبل التوصل إلى حل سياسي بشأن مستقبل العلاقة بين الحكومة المركزية في دمشق وشمال وشرق البلاد، وفتح باب حوار جدي بين الأطراف السورية. هي مقدمة لحوارات قادمة إن شاء الله، وبلكي بتكون فيها جدية وبتكون فيها يعني متنفس لكل الناس، لأنه نحن الموجودين في دمشق. أنا ابن حلب، يعني أنا من حلب، ومع ذلك المجموعة اللي نحن قادمين من حلب ومن حمص وباللاذقية، يعني شيء تبنى أشخاص كل واحد مننا من محافظة، فتصوري كم هذه المنطقة نحن حريصين عليها وغالية علينا، وما ممكن نعتبر إلا هي جزء من سوريا. نريد أن يكون هنالك وثيقة بيننا وبينهم كأحزاب وقوة سياسية نطرح بها الإدارة الذاتية والإدارة المحلية وما الفرق بينهما. فإن كانت الإدارة الذاتية مقنعة وتخدم مصلحة الشعب السوري في كل أرجاء القطر السوري الجمهورية العربية السورية، نحن نتمنى أن تعمم ذلك. فإن كان المصلحة في الإدارة المحلية أن تعمم حتى في الإدارة الذاتية قوانين الإدارة المحلية. أحزاب المناطق الشمال السوري تؤكد انفتاحها على الحوار السوري، وأن مشروعها هو الطريق الأمثل لوضع نهاية للأزمة السورية. نحن نعلم أن هناك أطراف كثيرة بما في النظام لا يعلمون، يتكلمون أنهم انفصاليون أو ما إلى ذلك، ليعلم الجميع أننا لسنا انفصاليون، وهذا ممكن بالحوار حتى يفهمون ما نرمي إليه. نحن لدينا مشاريعنا، لدينا برامجنا، لدينا كذا كذا، رغم أننا نصرح بها علانية، ولكن ربما هناك بعض الأطراف التي لا زالت لديها شكوك. هذه الاجتماعات، هذه الحوارات تفتح الآفاق، هذا أيضا مسعى من هذه المساعي. هذا الاجتماع ليس الأول بين هذه الأطراف، ولكنه قد يبدو خطوة جدية في المرحلة الراهنة التي تشهد تطورات متسارعة والتي قد تؤدي بالمنطقة إلى الهلاك إن لم يتم الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف السورية. ناز السيد، قناة الغد، القامشلي.